بياخذوني فيلم توم برايدر. بس امشي البيت عباس لا تشيل ولا تزهق. حياك حياك عند قرقاش سوالفها كلها طماش دمها خفيف وحنانه شويه بس مسكينه تحب الوناس ساكنه في بيت ولدها بشار ينن زوجته والعيال هلا وغلا برات بشار راعي قطار رياضي ويحب نادي العربي بالذات تعشق الورق العنب والكبة وأي شي متعلق بالموضة تحبه تبي سايق نادي برديب كهربائي نادي برديب برديب يسوي كل شي في البيت تبي نجارة طباخ يضبطك أكيد مسودة مزعج ملقوف كاسكو بس ريشة من ثوم أنا كم مرة قالت ليش لا تأخذين لعبتي؟ أصلاً هذه لعبتي ماما شرت لي إياها. لا يتهيألك هذه جابت لي إياها ماما جوجو تشبه مالتك. عادي أنا بلعب اليونيكورن. مساء الخير أنا اسمي هلا وهذه داري. مدارس بروحك حتى أنا داري. ودارها بعد هذه أختي الصغيرة غلا. أنا مو صغيرة. تي صف. شكل صف. أنا مو صغيرة وخلاص. طبعا غلا بالصف لا تقولين خلاص لا تقولين غلا اختي بالصف الثاني يعني صغيره عجالي كبيره اصلا انت اكبر مني بسنه سنتين سوبرمان ايش فيك انت ايش قاعد تسوي ما حد بينقذكم غيري ما حد راح يحميكم غيري انا براك مان انا ريال البيت براك مو باينك تشيل العابك شيلهم عورت ريولي نداء نداء راح انقذ جوجو من الاشرار هذا اخوي براك يحب شخصيه سوبرمان وايد انت ما اذيتينا صورين كل شيء كل شيء انا احب التصوير والحين بعرفكم على باقي اعضاء العائله تعالوا معي والله ذبحتنا تصور كل شيء كل شيء هذه امي هاي ام براك ويسموني لولو قوي ما شنو غدانا اليوم؟ والله بما أن برديب الحين مشغول ما أدري شنو عنده فمسويت لكم باستا فيتوتشيني بالعنب إن شاء الله يطلع لذيذ وليش ماما أنا من متى ما أسوي لكم أشياء لذيذة؟ ألو هذه أمي أمي البزنسية عندها مليون شغلة وأخرتها ورق عنب لا 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 موجود جاهز مو شرط أجيب لكم يسك الآيباد ليش يما؟ سك الآيباد ماما هذه أسرار شغل سك الآيباد أي إن شاء الله الساعة 6 راح يكونوا كلهم عندك حبيبتي يلا مع السلامة مع السلامة ماما كم مرة قايلت لك لا تصورين هذا شغلي وتعبي ماما ما بيطلع عاد منو بيشوفه غيرنا إيه وآخر شيء حطيه باليوتيوب والكل يشوفه ماما هذه أسرار بيت مو كل شيء نصوره أوكي حاضر هيا بنا يا شباب بنا هذا أبوي وأنت حبيبتي هاش قاعد تسوين قاعد أصور شريحة حلوة أمي شنو قاعد تطبخ؟ أمي مسوية فتريجيني بالعنب يا حسرتي بابا انطر بصورك حق اليوتيوب تمام تبين تصوريني كان قلتي لي عشان أحلق الله يهداك عندك فكرة تبين تشوفين سحر؟ إيه غمض عيونك خمس عشر دقائق لا لا وايد عشر دقائق غمض عيونك عدي للعشرة وأنا أقول لك أوكي؟ أوكي يلا غمض عيونك واحد اثنين ثلاثة أربعة فوتوتشيني عنب؟ اي خمس دقائق لذيذ خمس دقائق يكون جاهز تدري ايش بيصير فيني بعد خمس دقائق؟ يا خبر بالجريدة يا بالمستشفى درب واصور عالجوني أربعة عشرة وين راح؟ انحاش وهذا مسودن عاك قول شي حق الكاميرا زين على الأقل اسمك مسودن اسمي مسودن هذا مسودن طير ماما جوجو ماما جوجو تحبها وايد وتعتبره واحد من عيالها سودي لا تصارخ بروح اصور ماما قرقاشه ما
ماما جوجو ممكن ادخل؟ ايوه ما دشي بس قصري صوتك. ها اوشي جوا ماما جوجو. اوشي جوا بنيتي قعدي يما بس عطيني شويه ثواني زين. اوشي انا فراشه انا غزاله يما الطاقه الايجابيه. ها يما قولي هذه يدتي احلى يد بالعالم. وي ايش قاعده تسوين تصورين؟ اي اصلا ماما جوجو نسيت استاذن منك، عادي اصورك؟ عادي يما عادي، ذكرتيني بايام قبل لما يدك الله يرحمها كانت عندها كاميرا ام لمبه، كنا نروح الفنطاس ونصور هناك. اقول لك عندي صور حق ابوك لا تشوفينها تموتين من الضحك. صدق جديده بشوف. ايه وهو ياهل يا حليله كان متين. والحين شنو عيل؟ لا الحين ما شاء الله عليه ضعفان، وين الحين وين قبل؟ المهم على يوم انا بوريك الصور القديمه كلها. زين ماما جوجو قولي مسج حلو حق متابعيني. وين متابعينك؟ باليوتيوب. يعني هذا وايد يشوفوني؟ محاسن اهم شيء تشوفني؟ هي اول وحده. والله يما تعالي لبسيني شيلتي. لبسيني اياها. اي عافيه عافيه بنيتي. اي ما يصير اطلع الغرب يشوفوني. يلا عافيه بنيتي انا جاهزه. انا بعد جاهزه. 1 2 3 اكشن. شن هاو؟ قولي دورك. شاقول؟ محاسن. إيه تذكرت، سمعي محاسن ردي ما عيني، سمعتي البايركس اللي أعطيتك إياه في رمضان اللي طاف ما رديتي؟ ترى ها هذا التوتوب والعالم كله يشوف وشاهد، سمعتي؟ وقلاصات البلاستيك بعد، سمعتي؟ رديهم يلا. وليش ما تردين؟ ما تحكين؟ هذا يوتيوب تشوف بس ما تقدر ترد. لا يما اعرفها تتصيمخ ادري فيها. لا يا ديدا انا اسجل وهي تشوف بعدين. ايه وانا مسجله معيني بدفتري مو ناسيتهم، كل شيء عاد ولا معيني. يما ما عندي سلف. مو سلف يا بعد راسي، قومي حطوا الغداء يلا. ايه هذا الحكي الزين. زين جدي ما عندك سلف؟ اقول لك ما عندي، اطلع برا خلاص. واي ريحته جنن. هذا الفوتوتشيني البنغي اللي بالعنب. ايوه وتعبت عليه، ابيكم الحين تسمون وتعطوني رايكم ضروري. زين زين ماما يلا جربوا. يلا خلنا ناكل. يلا اكل اكلوا حبايبي، اكلوا اكلوا حبايبي، اكلوا اكلوا حبايبي. قولوا بسم الله. يلا. الو اهلا وسهلا. تبي طلبيه؟ ان شاء الله الحين اسجله في النوت. بسرعه جيبها يما حطها. بس 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 عندك يا جاج. وصل هذا حق الحين اعطيك هذا بطاط حق الحين اعطيك بطاط. هذا بطاط حق هذا بطاط حق هذا بطاط حق من هذا بطاط حق يعني. لا عطوا من حقه من يبي كاتشب من يبي كاتشب. أنا يبي كاتشب كاتشب يبي كاتشب. عطوا كاتشب يا اكلوا بسرعة قبل أمكم تيجي. اكلوا بسرعة. سموا ربا هذه مو تشيلي تشيز. ويه يعني الحين لازم تاكلين تشيلي تشيز؟ عضي اكليها عضي. يبغى المخلل مالي. يا سلام عليك، الحين صرت انت تاكل مخلل ها فجأة. يما انا قايل لك هذه نو تشيز. يما بعد ايش اسوي؟ من عنده نو تشيز؟ انت كنا مو تشيز ما فيها تشيز؟ يبا هذه اللي ما فيها تشيز. الله يهداك، هلا كان قلتي حق يدتك قبل ما تاكلين؟ يبا انت قلت اكلوا بسرعة وانا عضيت. الله يهداك، انا قلت لكم اكلوا بسرعة بس انتم ما شفتوا صارت تمسح طم طبقتها بسرعة، مو بسرعة بنيتي عليك بالعافية عليك بالعافية. زين يما تبين مالتي؟ وانت ايش فيك؟ ايش فيك مستعجل؟ ترى انا مو خايفه من مرتك. اي ما تبين الصج؟ انا اخاف منها، اخاف انها تزعل، يعني هي تعبانه ومسويه بعد ما يصير ما بعد ما يصير. خل اعطيك مالتي. ما ابي. ليش يمه؟ جايسها؟ شيطان انا شيطان؟
ايش فيك يما ايش فيك؟ اي ما احب احد يجي ساكلي. ليش ما تحب من احجز اكل يما؟ يعني معقوله شيطان شنو 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 يعني؟ وهذا غدانا اليوم. الله يهداك بعد يا هلا هذا وقته هدي 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 يعني. بخل اصور حق متابعيني. الله متابعينك كهما هذا المتابعينك بروك وخلا ما في لهم الاثنين. يبا برك ما اسوي لي لايك. انت ليش ما تسوي لها لايك؟ يبا ما تنزل شيء حلوه. سوي لها لايك مره ثانيه وفكينا الحين. هدي هدي كملي اكلك كملي اكلك يلا انت بعدك اكلك زين انا اخاف بعد الحين ما اكلي الحين انت اكلي اكلي ليش بالحافيه يما لا تقعد تصيرين مره واحده فانشون. يبا وين سمونك اللي من غير طماط؟ وي هذه مالتك ماكلتها انا. علاش بالعافية؟ ويعافي قلبك يمه. شفتي؟ شفتي؟ شف ما تحجون يواها يواها ما تحجون. بسرعة اكلوا اكلوا بسرعة يلا. ايوه ها بابا ذقت الغدا اليوم؟ ها بابا ده ما يقدر اكل ما يقدر سمريها. صوتك لا تسمعك والله انا سمعتك يا برديبو تبذلك اخر تبذل. اوه صح واكلها باصخ. مولية الأكل ما ينوكل مولية ثقيل ولا طعم لا لون لا ما صخ قاعد ناكل ربل ربل قراطي 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 معقولة هني 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 يا أنا أقول ماما هذا حطي ملح هو ما يحطي حطي هذا شكر. لا والله أنت ما يشوف هذا أكل هذا فيه سوية هذا بس 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 اسكت صاد عين صاد صاد عين صاد صاد عين صاد ليش سكت ولا منانيت؟ هذا مشان صاد عين صاد هذا بابا قول اسكت فضحتنا ايش فيك انت ما دلت اسكت وهذا برديب ماما انت تسوي صورة اي قاعد اصورك حق اليوتيوب شوف انا برديب هذا كل مكان انا نظف سوي قصر سوي حديقة هذا ماما انت هذا صورة كاميرا وين حطي انا ودي اليوتيوب هذا يوتيوب انا اعرف هذا شنو هذا السلام عليكم هلا هلا محاسن هلا محاسن هذه خالتي محاسن رفيجة ماما جوجو ايش دعوة بتصوريني؟ هاي قولي لي هلا يدتش داخل؟ اي داخل يلا خلينا نروح نشوف يدتش هذي خلينا ندش جوه وانت ما تعرف تسكت؟ ما تعرف تمسك نفسك؟ تدري لو تسمعك لولو وانت قاعد تقول الكلام هذا عنها ما تعرف تطبخ ولا تعرف تسوي شيء بالمطبخ واكلها ماسخ والله تذبحك يا برديب احمد ربك بابا ها هذا ماما صحيح ما يعرف تطبخ انا ادري ما تعرف تطبخ انا ادري اي خبز جبن ما تعرف تسوي بابا اسمع اسمع بابا انا اقول ماما حطي هذا شكر هذا كركم وياخذ هذا كركم هذا حطي صوف صوف هذا واحد ثاني هذا كاهو يا قرقاشة جبت لك مواعينك فضحتيني باليوتيوب ما يصير كده ما يصير انت ما تستحين على وجهك فضحتيني والله ما حد قال لك تاخذينهم وما تردينهم وعسى ما كسرتيهم بس موجودين كلهم لا تحاتين سالمين زي ما اخذتهم زي ما رجعتهم ايه صبرت عليك وايد قلت ما في الا هالطريقه افضحك وافضحك قدام الناس لما تردين مواعيني هذه انت صديقتي ورفيجه عمري مو انت اللي مربيتني ها لا تسوين روحك اصغر مني ترى الفرق بيني وبينك سنتين بس ليه تتغشمين علي ليه مش عاوزه تقولي عمرك تفضلوا هذا الشاي ويش حقي جايبه شاي هي بس جايه تقطل مواعين وبتروح شايفه شايفه حركات قرقاشه اشكره بتقولي قومي امشي لا يبقى قاعد تغشمر معاك ايش فيك قعدي قعدي صايره حساسه كبريته ثبري بس عادي يلا جرحت مشاعري ما عليه ما عليه بسم الله على مشاعرك هذا الحين شقال خلاص يبا شربي الشاي شربي اكلها ماسخ ما يوكل مولية ربل ربل قاعد ناكل قراطيس هاو شايفتها البارح عند اندرتيكر والله وي ايش فيها هذه ما ادري والله وي هذا ايباد بنتي هلوي يوم تصورني فيه وتحطه باليوتيوب يوتيوب اسمه ايه اللي هو انا سمعت هذا والثاني هذا شو اسمه الجرام يا حظي الانستغرام اللي هو والثاني اللي يقولون عنه تشات تشات
سناب شات. ها؟ سناب شات. ايه هذا سناب شات. ايش فيهم؟ ايه سمعت انهم يطلعون فلوس صيج؟ اوهو تعرفي بنت خالتي اللي هي عمتي اللي اختها ساكنة جنب جارنا هنا اللي اخوها هو طيار حربي. ايه مو هذا اللي تزوج بنت اخت احلام؟ هذا ولد خالته ماخذ وحدة فاشانيستا. ويه دششتها؟ مو لشتة حبيبتي مو لشتة. انت ما قمتي تسمعين؟ بعدين الفاشانيستا هذه قامت تطلع فلوس من المواقع والدعايات اللي تسويها. فلوس قلت هيلي ها؟ أقول شرب الشاي. لا يملا بعد هالعمر هذا كله تبين تسوي لي السالفة هذا ولا تشتغلين الشغلة هذه؟ لا لا معلش ملا معلش أنا أول مرة راح ما أوافق ملا معلش. سمعي إيش أقول يما إيش فيك؟ كل من يسوي كذي الحين كل واحد جايب هالبضاعة ويصورها ويحطها عنده بهذا الحساب وياخذ لايكات ويصير مشهور. وي خالتي ما عليك منه توك زينك بعز شبابك تقدرين تسوين اعلانات وتنشهرين ويحطوا لك لايكات على كيفك. اسمع اسمع مرتك شو تقول تفهم احسن منك. يما مو كل شيء صار يعني يطلع فلوس ولا كل شيء يعني صار على 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 دائره الفلوس. ما يصير يعني انت فكري فيها باكر بتطلعي لي في اللقاءات ولا بتروحي لي هالمطاعم تصورين ولا على بنا شنو والله صرتي منهم وفيهم. لا يما ما يجوز. انا باكر ايش بيقولوا عني؟ ربعي دوامي اهلي عزوتي ايش بيقولون عني؟ ما يصير. لا ما يصير ما يصير. انا رافض انا رافض الشغله هذه. يما المرأة غير الحين. هذا ما يدري ان المرأة الحين تغيرت. المرأة الحين تدش مجلس الأمة بعد والتحجة الوحدة منهم عن عشر. انت ايش فهمك؟ يما يما انا عندي اقتراح انا عندي اقتراح. ليش مثلا ماما توكلين احد يسوي لك الشغلة هذه وانت خذي منه الربح؟ وي عادي انا اوكلهم ما في مشكلة. برديب موجود يسوي لهم غدا وعشا اذا يبون بعد. لا لا يما ما فهمتيني ما فهمتيني. انا اقصد يعني خلي واحد يقوم بالمساله كلها انزين وانت اخر شيء اخذ الربح منه. موجود موجود اف عليك اللولو موجوده يا زينها تعرف تفتح لي حسابات وهي شاطره. ان شاء الله خالتي من عيني هذه قبل هذه انا اسوي لك كل شيء ادير لك كل شيء ما عليك. ترى على فكره ثلاث ارباع البضائع والخامات والنفانيف وما ادري هالشيء اللي بتسوينه ترى كلها بالمباركيه. خامات ياخذوني يفصلون بدل ما يبيعون بعشر دنانير ولا يبيعون 200 250 يقولون ولا نيركه. يما ما يصير انت نفسهم بعد ما يصير دايم بعد تسوي شيء معمنين على الناس. وانا ايش ناقصني اسوي مثلهم والله ولا ايش رايك؟ امبلا خالتي ما عليك منه. قولي له. يما انا مو موافق. يعني ماكو فايده؟ شوفي ما كل السلاح السري مال الحريم. ايه عندك اياه. شوفي ايش بسوي فيك. زين كذي. والله ما لا تنزلين الدوده ماكو فايده. ليش يا زمن؟ زين كذي. شفيت شو قاعد تاكلين ذراي؟ يا الظالم يا اللعيب. لو تقلبينها دراما من اليوم لباكر. لا يعني لا اهوش. سوالفها كلها طماشة دمها خفيف وحنانة شوية بس مسكينة تحب الوناسة ساكنة في بيت ولدها بشار يننا زوجته والعيال هلا وغلا برات بشار راعي قطار رياضي ويحب نادي العربي بالذات. هلا يبا قوة منو هذي؟ هذي يبا لولوة تعشق الورق العنب والكبة وأي شي متعلق بالموضة تحبه. تبي سايق نادي بردي كهربائي نادي بردي بردي يسوي كل شي في البيت. تبي نجارة طباخ يضبطك أكيد. مسودن مزعج ملقوف
كاسكو بس ريشه من ثوب.